هاي هاي. اذا المشاهد شفت بيت تحيه طيبه كنحييكم بجماعه فزوان مدينه فزوان نواحي مدينه بركان اقليم بركان بطبيعه الحال. هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه مشهور بالمياه ديالو يعني بزاف تاع الناس اللي كيتشافوا بها خصوصا الناس تاع الكلاوي. مياه اللي زوينه دايره بحال مولاي يعقوب، مكان جميل جدا يتواجد بين الجبال. نقدر نقول لكم إفران منطقة شرقية. لأول مرة في هذه الجماعة وفي هذه المدينة الصغيرة واحد الشخص السي قاسم، الكنية ديالو قاسم بالهربان هربان سي قاسم هربان، يعني اللي فكر أنه يدير واحد المهرجان وواحد المعرض اللي سماه مهرجان فزوان اللي غادي يكون على مدار ثلاثة أشهر هنا بفزوان. بطبيعة الحال الساكنة تاع المنطقة الشرقية كلها غادي تهبط لهنايا باش أنها تستمتع بالأوقات ممتعة. معنا الأخت المسؤولة على المهرجان في الإدارة تاع المهرجان، ومعنا أخت صاحبة التعاونية مشاركة هنا. غادي نبداو الأخت اللي مسؤولة. تبارك الله عليك أختي. شكرا. يبان لي البادج فيه مهرجان فزوان. فيستيفال فزوان. بغيتك تهضري لي على هذا المعرض اللي أول مرة هنايا كما كنقولوا سابقة المهرجان. غتحتفظ جماعة فزوان لأول مرة واحد المهرجان إبداعي للموسيقى، مختلف الموسيقى. غتكون إن شاء الله رقادة، الراي، الفولكلور، قناوة في المهرجان اللي غادي يكون هنايا في 15 هذا الشهر إن شاء الله. يعني هذا غادي يكون الافتتاح في الفلوكاز. في الفلوكاز إن شاء الله غادي يكون مهرجان. وكذلك عندنا هنايا معرض غيكون فيه بزاف ديال الحوايج، منها حوايج تقليديه، ملابس تقليديه وملابس عصريه، وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله غيكون ان شاء الله. بالنسبه للمعرض الانواع ديال المنتوجات اللي غتكون هنا في المعرض، هنا في غتكون منتوجات في جميع المجالات، مجال طبي بحال برودوي كوسميتيك وكل شيء. مثلا الملابس كما قلت لك غتكون جميع الملابس هنايا سواء العصريه والتقليديه. كذلك غادي يكون النقش، مأكولات يعني كل ما يعني كل اي حاجه اي حاجه كتكون ايه. تبارك الله عليك. بالنسبه لنا كنشوف هنا بزاف تاع لي ستون، يعني كاين مجموعه ديال التعاونيات. واش غير من هنا من المنطقه ولا لا بجميع المناطق؟ بجميع المناطق. كنكونوا ضيوف هنايا. كذلك غادي نحتضنوا بزاف ديال المغنيين المشهورين في المغرب، غيكونوا هنا ان شاء الله. غيكونوا هنايا. وكذلك غادي تكون حتى الموسيقى من التراث الجزائري. فهمت، يعني كما كنقولوا حنا هادشي مغاربي. ان شاء الله. الاخت شرفينا بالاسم ديالك اختي. السلام عليكم، معكم خوخة قضاء رئيسة التعاونية العهد في زوان، تختص في الخياطات التقليدية والعصرية والطرز. تبارك الله عليك، تبان لي راك تصاوب الستون ديالك ياك. ايوا هذا هو الستون ديالك. ياه بارك الله فيك. بالنسبه للمشاركه، المشاركه واش مجانيه ولا خلصتوا شي حاجه؟ كاين كاين مجانيه، كاين الكراء، كاين على حسب الكراء. غادي يكون الكراء ستوند. ولحقاش المنظم هو هربان قاسم، هو اللي مخصص هذاك اللي حسب المعلومات. فهمت. بالنسبه لك انت يمكن استفدتي مجانا حيث انه بنت المنطقة التعاونية ديالنا تعاونية في زوال بعدا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الأخ. أنت يعني كدير هذاك الشيء نتاع عندي الخياطة التقليدية والخياطة العصرية والطرز، عندي جلالب والقفاطن والخياطة العصرية، العباءات السرا والموديلات ديال العباءات، هذاك الشيء ديال والطرز الرباطي. يلا ماشيين. تبارك الله. كان شويه اقبال هنا في زوان، كان شويه حركه؟ لا يكون ان شاء الله مع الاجواء تاع الصيف والعطل الاخرى تكون ان شاء الله بالاجواء الصيفيه. ان شاء الله هذه المبادره ان شاء الله غادي يجيو ناس من مدن اخرى غادي يجيو يشوفوا المنتوجات ديالك لا مبادره طيبه دارها السي قاسم هربال، يعني اول مره غادي تكون هذا المعرض يكون بهذا التنظيم وهذا التجهيز ان شاء الله. كانت سهره في زوان، كانت سهره واخا كانوا واخا كنا نديروا معارض بصح ما كانش هكاك التنظيم والاخرين، معارض بسيطه باش عاديه. اول مره شي حاجه كبيره كما غادي تكون ان شاء الله. نتمنى يكون الخير ان شاء الله ويكون الاقبال زبناء من جميع المناطق ويكونوا تعاونيات يعني يشاركوا معنا من جميع الاقليم بركان ان شاء الله ومناطق اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الناس هنا الزوال ما راهمش يجيو يسولوكم شنو غادي ديروا هنا شنو؟ لا كاين الاقبال، الناس كاين يعني الناس راه تسنى شنو غادي واش ينتظر هذا المعرض ان شاء الله. مهرجان
يعني الناس راه خباره بدات تدور الهضره كما كنقولوا. ان شاء الله يكون الاقبال ان شاء الله، غادي يكون متنوع، غادي يكون فيهم، غادي يشاركون فيهم التعاونيات، ويكون التجار، يقدر حتى التجار عندهم هكا حرف الموسيقى، ويكون بعد غادي يكون مسرح ومهرجان، مسرح فكاهي ومهرجان ان شاء الله يكون. تبارك الله تبارك ان شاء الله ان شاء الله. شنو تقول للناس اللي تاع منطقه الشرقيه والمغاربه باش يجيو يزوروا هنايا المنطقه والجزيره؟ مرحبا بهم من جميع المناطق، نرحبوا بهم في هذه المنطقه فزوان اللي منطقه سياحيه اللي معروفه بالحامه ديالها، بالماء ديالها، وفي الطبيعه ديالها، بالطبيعه ديالها. وشكرا. الله شكرا. عندي انا شويه ما عليهش مع الستريس، ماشي مشكل. انت شنو تبغي تقولي للناس اللي كيشوفوا فينا؟ كنبغي نقول للناس المغاربه وحتى الجاليه اللي راها هنايا تجي ان شاء الله، وغيكون حوايج زوينين، وغيكون مهرجان، ونتمنى كل شيء يجي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. انا كنتمنى ان شاء الله الاخوان انكم تجيو تزوروا هذه المنطقه، الحامه ديال فزوان راها اللوكاليزاسيون سولو، راها معروفه هنا في المنطقه الشرقيه، واحد المنطقه اللي زوينه. من بعد ان شاء الله غادي نجيو نديروا واحد الدوره هنا، نديروا مجموعه ديال الروبورتاجات باش تشوفوا الاجواء كي دايره ان شاء الله. اذا تحياتي.